لسه مع ردود الافعال بعد فوز الزمالك على المصري، وابدا كابتن اسامه نبيه المدرب العام للفريق سعادته بالفوز، وقال ان الفريق حقق فوز مهم جدا في المباراه لا تقبل القسمه على اتنين، وكمان في مسابقه اللي الزمالك بيشارك فيها بصفته حامل للقب، ورغم وجود غيابات عديده في صفوف الفريق وبعد فتره طويله من توقف المسابقات. قال كمان كابتن اسامه نبيه إن الفوز معنوي للفريق لأنه بيمنح اللاعبين دفعة قوية استعدادا للمرحلة المقبلة بداية من مباراة المصري في الدوري، واللي هتكون يوم الخميس القادم إن شاء الله.